استاذ صلاح طاهر، برحب بحضرتك في صفحه جديده من اوتوغراف. اهلا وسهلا. سيادتك فنان فايز بجائزه الدوله التقديريه من سنتين سنه 74، وبجائزه الدوله التشجيعيه سنه 61، وبيانيلي اسكندريه سنه 61 ايضا، وفائز بجائزه جوجنهاين العالميه سنه 60، وارجو كمان ان حياتك تفوز بجوائز وجوائز وجوائز. حياتك اشتركت في كام معرض او قدمت لنا كام معرض لحد النهارده؟ 35 معرض فردي بمفردي في جميع انحاء العالم وفي مصر، واشتركت في المعارض العالميه في حوالي 40 او اكثر من 40 معرض في المعارض الدوليه في جميع انحاء العالم وفي مصر. وبرضه بالارقام يا فندم، تخرج على ايديك كاستاذ في المعهد العالي للفنون الجميله كام جيل او كام دفعه؟ كتير، يمكن على الاقل 10 دفعات يعني. وكنت استاذ الدراسات العليا في الفنون الجميله لمده 9 سنين، علاوه على حوالي 3 سنين للدراسه في معهد الفنون الجميله او في كليه الفنون الجميله. استاذ صلاح بيقولوا دايما انه الرسم زيه زي الموسيقى نوع من الفن اللي ممكن اي جنسيه في الدنيا ممكن تفهمه، مش محتاج لترجمه، مش محتاج للغه معينه. ايه راي حياتك في هذا التعبير؟ وهل الموسيقى بتتفهم؟ يعني صحيح ان الموسيقى لغه عالميه او لغه انسانيه عامه، انما المشكل في الفن عموما يعني انه مستويات، ففي لكل فئه من الناس في العالم كله فن بتقبل عليه. يعني مثلا الحاجات الشعبيه بيقبل عليها ابناء الشعب، الحاجات اللي اكتر شويه لها رواد او لها مغرمين اكتر، زي مثلا الاغنيه. الأغنية بتبتدي من الموال البسيط لحد ما بتوصل لأم كلثوم مثلا، ولحد ما بتوصل للأغنية اللي في السيمفونية التاسعة بتاعة بيتهوفن. فكل دي درجات كتيرة قوي، وما بين هذه الدرجات درجات أخرى. فده لحسن حظ الفن ولحسن حظ الناس، إن كل مجموعة من الناس لها فن بتقبل عليه. ففي بعض الأحيان بتبقى فن ناس معينين برغم عالميته زي الموسيقى مستغلق على ناس تانيين. يعني لما حضرتك تسمع عن الموسيقى الصيني مثلا، اعتقد انه مش هتطرب لها كلها، يعني يمكن حتت معينه تطرب لها. الفن وتذوقه بالمفهوم الدارج ده ما هو موجود كتير، يعني ممكن اي واحد يدي راي في صوره او في سيمفونيه او في اي حاجه ببساطه. انما المشكل الكبير ساعه ما هذا الراي هيعلن او هيسمعه اكبر عدد من الناس او هيكتب عنه او هيتقال في برنامج زي ده، بتبقى مسؤوليه كبيره جدا. يبقى في الحالة دي الرأي الشخصي يتقال بحذر، وحينما يحكم أي ناقد على عمل فني يجب أنه يبرر حكمه، يعني يعلل هذا الحكم. يعني ساعة ما يقول العمل ده كويس مش كفاية، لازم يقول ليه كويس ويحلل، وإذا كان قال وحش يقول ليه وحش وهو يتصور إيه محل هذا الوحش، وهكذا. يعني ده الرأي اللي نقدر نستمع إليه ويقدر يكون محترم. طب في هنا حاجة من فضلك أستاذ صلاح، الموسيقي لما بيألف موسيقى وبعدين بيعوز ينشرها بتنتشر، الناس بتسمعها وبتطرب لها، لكن بتفضل بتاعته ملكه، في أي لحظة يقدر يرجع لها أو يبقى عنده منها. الرسام بالعكس، مجرد ما هينهي اللوحة وبعدين تنتشر يمكن وتباع، بتكون النتيجة أنه بيفقدها ما بيشوفهاش تاني، فمش الإحساس بيختلف؟ هو الرسام هو الوحيد اللي في العالم بتاع الفن ده كله يعني لسه ما انصفش من الناحيه دي بالذات. ده صحيح الكلام اللي بتقوله. اتحلت المشكله دي جزئيا بعمل ريبرودكشنز، يعني ابتدى يطلع ريبرودكشنز اللي هي نسخ او مستنسخات متقنه جدا، متقنه الصنع الى درجه كبيره قوي في انحاء العالم، بتحل محل الصور الاصليه الى حد كبير. وبعدين الطباعه بتاعت الكتب برضو بتسد شويه، يعني بتعوض الفقدان بتاع الحاجات دي، لأن في جميع أنحاء العالم حتى في الهند وفي غير الهند كل الفنانين لهم صور ممكن لأي واحد من الشعب يقتنيها بفلوس زهيدة، يعني نسخ متقنة. المهم إنها تتباع يمكن حتى في الشوارع، ممكن، بس الشرط إنها تكون متقنة وإلا هتسيء للعمل الفني، لأن اللكلكة في الأعمال تضر الذوق أكتر ما هي بتفيده. طب حياتك فنان، ما عندكش لوحة معينة ندمت في قرارك نفسك جدا بعد ما حياتك فرطت فيها بأنك بعتها أو أهدتها؟ دي بتحصل كتير، مش في لوحة معينة،
انما السبب ان بكون لسه ما تخططش اللوحه دي، يعني بكون وقفت عند حد معين او مدى معين من الفن عاوز اتخطاه، فبحتفظ بهذه اللوحه. لو تخطيته اللوحه ما بقلاش اهميه، يعني ممكن انها تروح في اي حته يعني. فهي اشبه باولاد الواحد لما بيبلغ سن الرشد ويستطيع يقف على رجليه ويعتمد على نفسه، خلاص بيسافر ويروح وبيجي. انما طالما لسه محتاج لرعايه بيبقى يصعب على الواحد انه يروح لوحده. ف ده بيحصل كتير فعلا. طب حياتك استاذ صلاح، مفيش لوحه معينه فكرت انك تعيد رسمها من جديد، تكون رسمتها من زمان؟ كتير. لا مش من زمان، وفي بعض الاحيان بيبقى في موضوع معين بيستهويني لدرجه كبيره وبتناوله، فيمكن اعمل منه لوحه او اثنين وثلاثه واكتر. السبب في هذا ان مفيش لوحه بتبقى مقنعه تماما، يعني ما لم تشفي ما اريد ان اعبر عنه، يعني الغليل الفني ما يعني ما استوفيش فيها، فبتتعب اكتر واكتر واكتر لحد ما بتوصل لقمه النضج في الوقت ده، خلاص يعني مش مهم بقى انها تتعمل مره تانية. والواقع ده مش معايا بس، يعني بنلاقي كتير قوي من الفنانين بتبقى عندهم النزعه دي، يعني ما بيقتنعش باللي بيطلع فعاوز يستمر الى ان يصل الى قطعه مقنعه وبعدين يستلم غيرها، يعني يبتدي يتعامل مع قطعة أخرى وهكذا. المعارض اللي حياتك بتقدمها لنا، حياتك قلت مع أكثرها، هنا بتبقى مرتبطة بموضوع معين زي ما حياتك قلت لي، نفس الموضوع بيعالج في أكثر من لوحة، ولا بتبقى مرتبطة بمرحلة زمنية معينة، ولا حياتك بتقسمها إزاي؟ هي فيها كل اللي بتقوله، يعني ممكن تبقى مرتبطة بموضوع معين، وممكن تبقى مرحلة زمنية، وممكن تجمع مراحل مختلفة بتوري اللي هو المايلستونز، يعني الخطوات الزمنية التاريخية في الإنتاج الفني. ففي بعض الأحيان مثلا المعرض كله بيبقى علاج لمشكل الإنسان والتجمع بتاع الإنسان أو البني آدمين. يعني في معرض كان أساسه عندي كده ناس في أشكال مختلفة وتجمعات مختلفة إلى آخره. معرض تاني كان بيعالج النيل فقط، ده زمان لما كنت برسم من الطبيعة، فكل المواضيع اللي كنت بعرضها في ذلك الوقت متصلة بالنيل وبمراكب النيل وبشطآن النيل وبالقرى اللي على النيل إلى آخره. معرض آخر كان كله تجريد. التجريد كان مرة من المرات مستوحى من قاع البحر. وقاع البحر ده الحقيقة اللي لفت نظري إليه أيمن ابني، لأنه مغرم جدا بالحياة المحيطات وقاع البحر إلى آخره. معرض آخر تجريد أيضا كله، ولكن متصل بالخط فقط والزوايا والكتل المكعبة وهكذا. يعني بقى في حالات من هذا النوع موجودة. يصح يكون معرض تاني خلطة من ده كله، يعني بيوري الأمزجة المختلفة اللي عرضت يعني اديت منها عينات في مراحل مختلفة. فكل ده قائم وممكن ومباح، ودي مزية العمل الفني ان الفنان بيبقى حر الى درجة كبيرة طالما انه ملتزم بالقيم الفنية، يعني كل الالتزام. طيب ازاي في تصور حضرتك ممكن نجذب الناس الى انهم يروحوا معارض رسم او فن تشكيلي بصفة عامة؟ ازاي نخليهم يقبلوا عليه زي مثلا اقبالهم على انواع تانية من الفنون؟ لو في حفلة غنائية او في مسرحية، بلا شك الاقبال هنا ما يقارنش بنسبته مع المعارض الفنية. ففي تصور حياتك ده يتم ازاي او يحصل امتى؟ ده صحيح برضو، يعني ملاحظة انا سعيد انها تتقال دلوقتي، لانه يمكن اكثر الفنون تداولا هو الفن التشكيلي اذا صح هذا القول. يعني الموسيقى في وسائل الانتشار بتاعتها، الاسطوانات والاشرطة والتلفزيون والاذاعة الى اخره، كل ده مكن الموسيقى انها تبقى فن في متناول الجميع ويسمعها في اي وقت. السينما هي موجودة، وإذا ما كانش الواحد بيروح السينما بيشوف الفيلم في التلفزيون. كذلك الكتاب أو القصة أو المسرحية، يعني يروح يشوفها أو يشوفها أو يقراها إلى آخره. القصيدة يعني يروح يسمعها من صاحبها إما يقراها حقيقي. أما الفن التصوير والنحت فمن الفنون اللي لابد المتذوق أو المتلقي يروح لحد عندها. وبعدين مع الأسف يعني الواحد يقول الحقيقة دي ولو إنها حقيقة مرة، إن رواد الفن التشكيلي عددهم قليل جدا في بلدنا،
ويبدو انه في العالم تقريبا برضو قليلين، لكن نسبيا احنا اقل. فالمعرض بيتعمل سواء كان معرض كبير جماعي او معرض فردي، فبيقبل عليه عدد معين. في الافتتاح بياخد شكل رسمي، وبعدين تاني يوم وتالت يوم لحد ما بينتهي المعرض، يعني ساعات تلاقي خمسة بتفرجوا او واحد او مفيش خالص الى اخره. ده سببه التربية الفنية من الاول، يعني دي حتة لابد اننا نصرح بيها ونواجه انفسنا بيها. التربية الفنية في المدارس ما قامتش بالدور بتاعها كما يجب اطلاقا، برغم ان في مدرسين واهل التربية الفنية ناس كويسين وراحوا مسافروا ومجوم وعملوا، لكن ما عرفش ليه رسالتهم لم تحقق شيء الى الان. يعني كون التربية الفنية في المدارس الابتدائية وثانوي وبعض الجام في الجامعات، في جمعيات بترسم، برغم كل هذا لم تزرع الحاسة الفنية والجمالية في الأجيال اللي جت. تبص تلاقي مجرد هواية بتنطفي بعد شوية. وبعدين لو جبت أي ولد أو أي طفل هو صغير يرسم، يعني مش شغلانة، يعني سواء كان متعلم أو بأستاذ متخرج من لندن أو مش متخرج، يعني هيرسم. لما أي أم بسيطة بتخلي ولادها يرسموا بتاع إلى آخره، يعني مش دي، في ما عملتش حاجة، يعني مش دي التربية الفنية. يعني كلمة التربية الفنية أكبر بكتير قوي من اللي هو حاصل. يعني حقهم يغيروا هذا الاسم أو يعدلوا الأسلوب بتاع التربية الفنية، لأن ما هيقش مواطنين كافين أنهم يقبلوا زي ما بتقول أنت على الفن التشكيلي. الإقبال قليل إلى أقصى حد ممكن، من الكبار ومن الصغيرين، من المثقفين ومن غير المثقفين. ده من جهة. من جهة تانية بقى اللي هي ضد الفنان نفسه، ده في صف الفنان دي ضده، ان الفن بتاعه مش سهل الفهم للجماهير في القرن العشرين. يعني اللي حصل بالنسبة للفن المعاصر عمل اشكال وبلبلة في اذهان المتذوقين والمتلقين والمحبين للفن. الناس واخدين عادة على الصور اللي بتقول شيء، يعني بتحكي حكاية، يعني ده حصان وده فارس راكب الحصان وده سحاب وده طائر وده بحر وده مركب وده طفل بيلعب وبتاع الى اخره. من زمان كان بهذا الشكل، او الاتجاه الكلاسيكي كان بيشير في الاعمال الفنيه الى هذه المواضيع وغيرها، كلها مواضيع يصح نسميها مواضيع مقروءه بتتفهم. المفهوم اتغير بتاع الفن التشكيلي في الوقت الحاضر، تغيير كبير جدا في القرن العشرين. يعني مثلا المدارس الفنية والمذاهب الفنية اللي ظهرت في القرن العشرين تقدر توزعها على التاريخ كله وتغطيه وتزيد في الابتكارات اللي بتحصل وراء بعضها. وبعدين في الفن الكلاسيكي او الفن اللي هو المقروء اللي احنا بنقول عليه ده التقليدي، فن كان بيترجم الكلمة الى صورة، يعني illustrative زي ما بيقول، في رسم توضيحي. في العصر الحاضر ابتدى الفن التشكيلي يتخلص من الكلمة ويستقل بلغة خاصة اللي هي لغة الشكل، زي الموسيقى. يعني الموسيقى حينما المؤلف الموسيقي حينما يتعامل مع اللحن فهو يؤلف بلغة النغم، يعني مفردات اللحن بتاعته مش كلمات، مش حنان وعطف وغيرة وحب وبتاع، هي مفردات نغمية، يعني هو بيتمكن منها ويصغرها كما يريد وبيبني البناء الموسيقي بتاعه وبيقدمه وبينفعل به الإنسان اللي بيسمعه. كذلك نفس هذا الكلام بيتقال عن طريق الفن التشكيلي الحديث اللي هو بيتعامل بلغة الشكل والشكل واللون، ومش ضروري يبقى أي دلالة، ما يدلش على شيء، يعني صح ما رسمش بني آدم ولا شجرة ولا أي حاجة، إنما انفعالات بصرية، يعني زي ما بتنفعل بالموسيقى سمعيا بتنفعل هنا بصريا. لكن هتسألني طب وليه الناس بتنفعل في الفن بتاع الموسيقى وهو فن تجريدي؟ الموسيقى مش كده؟ ليه ده؟ بينما لسه العين ما بتقدرش تتذوق، يمكن ما تعودتش من مدة كافية. اهو ده بالظبط، لان الفن الموسيقى اللي هو السيمفونيك، يعني الموسيقى المعقدة اللي هي صعبة واللي هي رايجة واللي نسميها الموسيقى العالمية الان، عمرها اكتر كتير قوي من عمر الفن التجريدي. يعني من حوالي 200 سنة او 250 سنة او 300 سنة ابتدت هذه الموسيقى السيمفونية او المعقدة، فالاذن البشرية الفت هذا، يعني ابتدت تهضم
وتستوعب هذه الموسيقى. بالإضافة إلى أن نفس النغمات المجردة الإنسان ابتدى بها من زمان، من أيام ما كان في الغابة، يعني من أيام في الكهوف، الطبلة لما يخرق غابة ويزمر عليها اللي هي الأرغول أو الفلوت ناي إلى آخره أو الناي، فدي برضو مهدت له لودنه أنه يسمع حاجات مش ضروري بتتقال كلمات، بيسمع أحاسيس بودنه وبتحركه هذه الأحاسيس على نحو ما، يعني هي سارة يا غير سارة إلى آخره. في الفن التشكيلي لا، لسه العين البشرية في الفن التجريدي عمرها حوالي 60 سنة أو 65 سنة فقط، من سنة 1910 ابتدت أول صورة تجريدية، فلسه لم تألفها العين البشرية، لو أن في ناس كتير بيحاولوا أنهم يقربوا منها وبيفهموها، وفي كتب بتتقال كتير ومحاضرات وحاجات زي كده وبنزيد. يعني مثلا من 20 سنة لما كنت تروح معرض في فن تجريدي كانت تسمع كلمات الاستهجان باستمرار والترياقة والحاجات دي، دلوقتي قلت شوية. فدي علامة كويسة، يعني ابتدى الجمهور يتقبل ولو جزئيا هذا الفن. ده بقى ما تقدرش تطلب من الفنان في الحالة دي انه يرسم الفن اللي عاوزه الجمهور، يعني تبقى مصيبة، يبقى نوع من دكان البقال، يعني الفنان يعني زي البقال اللي بيفتح دكان ويحط فيها كل الأصناف اللي تبسط الزبون، يعني دي خطر جدا، لأن الفنان أيا كان نوعه فهو من بناة الحضارة، بيبني حضارة، واللي بيبني حضارة ده ما بيقفش عند حد معين، بيبقى ماشي في سكة مختلفة عن السكة المألوفة، ولو ماشي في السكة المألوفة ما بتبنيش حضارة. يعني الإنسانية وتقدم البشرية مدين للناس اللي خلفوا الطريق ومشوا في سكة أخرى ووروا آفاق جديدة للإنسانية اقتحمتها وعليت الإنسانية عن طريق الآفاق الجديدة دي. استاذ صلاح، عشان ناخد استراحة شوية، تحب حياتك نقدم لك إيه من عندنا هنا في التلفزيون؟ من حيث؟ من قطعة موسيقية، أغنية، مسرحية، أي نوع من أنواع الفن بس مش التشكيل. حاجات كتير. أنا أحب قوي الأغنية بتاعت هذه ليلتي بتاعت أم كلثوم. أستاذ صلاح، يا ترى غير موهبة الفن وحياتك أستاذ فيها، أستاذ أجيال وواخد جوائز كثيرة ذكرناها في بداية حديثنا، حياتك عندك موهبة فنية تانية غير الرسم، غير الفن التشكيلي؟ والله مش عارف، يعني ساعات بشك في نفسي إن أنا هل أنا كاتب ولا مش كاتب، يعني طول عمري أحب الثقافة ومن هواة الثقافة، وعندي مكتبة كبيرة أعتز بيها، والحياة الفكرية جزء من كياني، ولو أن ده ضد الفن، يعني الفن عادة بيبقى وجدان ومشاعر وأحاسيس، والحياة الفكرية بتبقى منطق عقلي وتحليلي، بيتعارضوا الاثنين، ولذلك جواي أنا دايما صراع كبير في العمليات الفنية ساعة ما أعملها، لأن لازم أنيم الوعي أو العقل ده علشان أصحي الوجدان ساعة ما اشتغل، ولما العمل الفني بتاعي بيبوظ بيبقى سببه ان العقل تدخل اكتر من لازم، يعني لان لازم جزء صغير منه كفاية. فانا احب الكتابة، وفي بعض الاحيان بعبر بالكتابة، ولكن الكتابة طبعا لها افاق واماد ومجالات غير الفن التشكيلي، غير التصوير والرسم، يعني اللي ما بقدرش اقوله في الرسم وفي الصورة اقدر اقوله كتابة، وياريت كنت اقدر اعمل موسيقى ولو اني ابتديت زمان. اي فن حاجه، كنت عازف ايضا مش كده؟ ايوه عازف بس مش مؤلف. طب عارف حياتك لما بتقول لي اغاوي موسيقى بفهمها، ان في موسيقى وفي رسم وفي فن بصفه عامه، لكن لما اعرف ان حياتك كنت ملاكم يا ساتر، يعني ايه علاقه هذا بالفن؟ ده اللي انا عايز اعرفه استاذ صلاح. دي مرحله انا ساعات بهرب منها، يعني بهرب من ذكراها، يعني انما يعني عزائي الوحيد فيها ان كان سني صغير، وتفسيرها دايما في تصوري انا ان في السن الصغير اللي هو الملكات والنضج الذهني والفكري والنفسي ما بيكملش، فبيكون الملكات بتاعت الجسم هي اللي اكتملت اكتر، ويبقى عند الشخص رغبة في التفوق، فما بيقدرش يتفوق في آفاق الفكر أو في آفاق الوجدان، فبيحب يتفوق عن طريق العضلات وعن طريق الألعاب الرياضية العنيفة دي إلى آخره. وبعدين الواقع ما نقدرش نهاجمها 100%، لأنها في مجال التربية الحديثة
فهي متنفس للشراسة وللخشونة اللي عند الشبان في بعض الأحيان. يعني في بعض الأحيان بيبقى الشباب نفسه فوار، وفي بعض الأحيان بيبقى فيه نزعة اعتداء عدوانية موجودة، دي طبيعية، يعني حاجة شبه غريزية. ومهما هزبت الشخص القوي بيحس دايما بقوته ويريد أن يحقق هذه القوة ويثبتها ويعملها وبتاع إلى آخره. فيخيل لي أنا الملاكمة والمصارعة وما أشبه جعلت من أجل التنفيس عن هذه الرغبة وتنظيم هذه الهمجية، يعني هي شبه همجية بس منظمة. لما صاحبها بينضج أو بيكبر بينتقل إلى ميدان تاني على طول، يعني ساعة يبتدي بقى يستعمل عضلات مخه بقى أكتر وعضلات نفسه أكتر، ويعني بتبقى دي حاجة في الذكرى اللطيفة بتاعة الشباب الأول يعني. إلا إذا كان بقى محترف وعاوز يعيش منها للأبد زي الملاكمين الكبار دول، ده شيء تاني طبعا. ده بيختلف عن الرياضة الأخرى، لأن الرياضة الأخرى ألطف، يعني زي البينج بونج والتنس والسباحة والبولز والحاجات دي كلها. فلكن لك حق، إنما يعني علاقة الملاكمة بالفن لا، مفيش علاقة. بس هي مرحلة زي ما قلت، مرحلة يعني في فترة مطلع الشباب الأول، يعني فترة كان لسه الواحد لم ينضج إطلاقا ولكن نضج جسديا. فالنضج الجسدي يريد أن يثبت ذاته ويؤكد ذاته، فبينزع إلى اختيار رياضة من هذا النوع عنيفة. ولو أن الحضارة ادتها قواعد وأصول ولياقة وحاجة زي كده، لكن ما أقدرش ننكر أنها رياضة عنيفة جدا. أفندم، حياتك إمتى بصفة عامة بترسم؟ ماليش قاعدة إطلاقا إطلاقا إطلاقا. يعني ساعات أصحى من النوم الساعة 2 أو 3 صباحا وأرسم للصبح. لما كنت مدير الأوبرا كنا نروح حوالي الساعة 1:30 بالليل، فأفضل ببدلتي واقف أرسم للصبح، وساعات يفوت يومين وثلاثة وأربعة وأسبوع ما أرسمش أبدا، وساعات أرسم الصبح، وساعات أتغدى أو أتعشى وأروح أرسم، ودي مضرة جدا يعني، وبتعب وأعاني منها كثير خالص، لأن بفضل واقف. أنا بشتغل دايما وأنا واقف، فيبقى يحصل سوء هضم وبيحصل بلاوي، لكن وأنا بشتغل ما بحسش بالحاجات دي. فبعد ما بنتهي بشعر بالإرهاق الشديد ورد الفعل السيء، وكل مرة أقرر ما أعملش كده وأرجع تاني أعمل كده. طب حياتك إزاي بترسم؟ أهي دي نقطة كمان مهمة، لأن يعني يصح الشباب الفني الجديد يعرفها. يعني أنا أؤمن جدا بالتأمل، يعني ومن الحاجات يمكن اللي أنا أعيب عليها للعصر بتاعنا ده، أنا ما بديناش فرصة للتأمل. يعني دوامة الحياة والـ 24 ساعة اللي احنا بنعيشها دي كلها دفع وجري ورش، فالواحد ما بيلحقش يعيش مع نفسه أو يتأمل أو يفكر، يعني الذهن ما بيشتغلش. يعني احنا بنتحرك في اليوم آليا بحكم العادة، إنما ما بنلحقش نقعد دقايق علشان نستعمل الآلة اللي هي المخ، ما بنفكرش. وأقصد هنا مش بس تفكير، تأمل، يعني مش مجرد فكر، لأن طبعا كل تكلمنا ما هو فكر بالزبط. بس هذا الفكر طياري ما فيهوش تأمل. فالعمليات الفنية في أنا يعني بالنسبة لي أنا، وخصوصا العمليات اللي بتنجح معايا اللي هي بتاخد فرصة تأمل قبل كده، يعني بخلو إلى نفسي في أي مكان، يعني ساعات في النادي، ساعات ما بشوفك مثلا هناك أو بتاع وبتلاقيني قاعد لوحدي بالزبط. ساعات ببقى وانا في وسط الناس حاسس بعزلة، ساعات ما ببقى قاعد بحضر ذهني لعملية جديدة في الفن، او ساعات ببقى ماشي او بتاع. يعني لابد من مرحلة التأمل اللي هي شحنة بتتعمل، بتتبلور هذه الشحنة، وبعدين بتروح تتفرغ على طول في الاستوديو. لكن بدون عملية التأمل ما بضمنش ان العمل الفني يطلع عمل فني جيد. طبعا ساعات بروح ارسم على طول، لكن الأعمال زي ما قلت لك بقى لها قيمة هي اللي خدت مرحلة تأمل قبل كده سابقا. والواقع هذا التأمل مش بس عشان الفن، وعشان كل شيء في الدنيا، يعني أي عمل في الدنيا يتطلب جزء من التأمل قبل المضي فيه. يعني عاوز أقول أن أي حركة لا يجب أن تبدأ بدون فكر مسبق لهذه الحركة يدفعها في الاتجاه الصحيح، وإلا تمشي في اتجاه غلط، خاصة لو فيها خلق. بالظبط والخلق مسؤولية ما فيش شك.
طب حضرتك فعلا رديت على سؤال متى ترسم وكيف ترسم، لكن هسأل حضرتك سؤال يمكن غريب شوية، لماذا ترسم؟ لماذا دي بقى؟ متهيألي مفيش في الدنيا حد يقدر يعني يجاوبك عليها. مش بس يعني لما تيجي للمغني وتقول له لماذا تغني مثلا، يعني لما نيجي نسأل العصفور اللي بيزقزق ده ونقدر نتفاهم معاه باللغة بتاعته نقول له بيزقزق ليه؟ ما يقدرش يجاوب. يعني هي زي ما تقول في حاجة جوانية بتدفعه بلا وعي منه، أو الحصان لما بينبسط كده ويبتدي يصحل مثلا أو يرقص ولا بتاع. فمش عارف يعني هو طبعا السؤال ما هواش عصي الرد، يعني ممكن نحلله ونرد عليه بسهولة. يعني أول حاجة إذا حبينا نحطه تحت المجهر العلمي ونفسر ليه الواحد بيرسم أو ليه بيقول بيعمل فن أو ليه بيألف، هو رغبة في التعبير. يعني طبيعة التعبير موجودة في البشر كلهم، أنا عاوز أقول في الحيوانات كمان، يعني كل المخلوقات بتعبر عن نفسها. يا ريت أستوضح هذا الكلام. يعني مثلا ساعات التعبير بيبقى في الجماد، شوف بيقدر يوصل لحد فين، وده رأي صوفي. يعني مثلا النخلة وجودها نفسه تعبير، يعني هي تعبير قائم بيتكلم عن طريق وجوده. طبعا ده أقل مرحلة من مراحل التعبير. إنما في الحيوانات والطيور الأصوات اللي بتحصل دي ما هي إلا تعبير. هذه الأصوات ساعات أنت تحس وتفهم لغتها، ساعات ما تصرخ، الصراخ نفسه نوع من التألم أو الاستغاثة، وساعات تلاقي نغمات طلع منها لطيفة تحس إنها نداء إلى جنس تاني مثلا، وهكذا. ففي وسط الناس تبص تلاقي ساعات الناس هم قاعدين في الترماية أو في الأوتوبيس أو واقفين على المحطة بيستنوا حد، تلاقي بحكم الرغبة بيبتدوا يتكلموا، يجروا كلام زي ما بيقولوا. فالإنسان بطبيعته عنده رغبة إنه يقول حاجة عن نفسه يعني باستمرار. أنا قلت كلمة يقول حاجة عن نفسه، دي نقطة مهمة، لأن هو عبارة عن إيه؟ يعني لما تيجي تسأل إيه الهدف من الحياة بحالها؟ ده سؤال مش سهل. طبعًا صح. وطبعًا الرد عليه مش بتاع دقيقة، لكن أنا هحاول ألخص لك ببساطة يعني. الهدف من الحياة بالنسبة للإنسان أن يحقق ذاته قبل ما يموت. تحقيق الذات. ففي ناس بيحققوا ذاتهم عن طريق الشر، وناس عن طريق الخير، وناس عن طريق فائدة الآخرين، وناس عن طريق انه يحط بذره في ارض الحضاره، وساعات انه يبني طوبه في بناء الحضاره، وهكذا. يعني دي اصل وقبل كل شيء. الفنان بيريد ان يحقق ذاته ايضا عن طريق الفن. يعني ربنا اداله موهبه، وهذه الموهبه كما انها تسعده فهي تسعد الاخرين ايضا، لانه بيخلق اشكال جميله بتسر الناس وبتسعده. طب استاذ صلاح، يعني ما فيش شك انه 99.9 من شغل حضرتك هو لتحقيق ذاتك ولإرضاء ذاتك، ويمكن فيها استعراض لمهارتك، لكن مفيش شك انك بترسم لنفسك. لكن متهيألي في نسبة برضو حياتك بتعملها للمادة بناء على طلب الجماهير، فبيبقى احساسك ايه وحياتك بتنفذ هذه اللغة؟ يا ريت اقدر اعمل المادة. يعني ده يعني هو بيحصل في العالم كله ان الفنانين بيعيشوا من فنهم. يعني الفنان الحقيقي اذا كنا عاوزين يعني الجد لازم يعيش من فن. من المأساة الكبرى عندنا هنا في الشرق عموما يعني يندر ان الفنان يقدر يعيش من فن، ولكن بيقدر يعني يساعد بفنه على الحياة شوية، خصوصا الحياة اصبحت كل مادة يعني بتقسو ماديا. انا لا اقبل على انتاج فني مطلوب مني من اجل المادة الا اذا كنت انا عاوز اعمله. يعني انا كتير مع التواضع رفضت عروض كثيره جدا كان ممكن تخليني غني، انا كنتش موافق عليها وما احبش اعملها. مش نوع من الترفع، ولكن عدم رغبه داخليه، يعني مش عاوز، ولو اني انا محتاج للفلوس، ما عنديش فلوس، انما ما اقدرش اعمل حاجه الا اذا كنت عاوز فعلا اعملها. يعني ما احبش اعمل بالامر. الفنان الكبير صلاح طاهر، حياتك فن مزمع على حسب ما قرينا في الجرايد على كتابة كتاب خاص بالنجوم أو الناس المشاهير اللي حياتك رسمتهم ووقفوا قدامك بالساعات علشان تعمل لهم البورتريهات. فلو تكلمنا عن بعض هؤلاء حياتك تقول إيه؟ كمثال العقاد المرحوم الأستاذ الكبير عباس العقاد.
الأستاذ عقاد كان صديق عزيز حميم وأستاذ يعني قلما أن يوجد مثله في الواقع، فأنا عملت له الصورة بالحب المفرط، وكانت الفرق بيني وبين سنه كتير جدا، كبير قوي، وكنا نلتقي في القراءات اللي نقراها، يعني كانت غريبة قوي مننا مع فارق السن ده. فأنا رسمته ثلاث صور، واحدة منهم وكنت لسه في كلية الفنون الجميلة، كان اسمها أيامها اسمها مدرسة الفنون الجميلة، المدرسة العليا، واحدة بعد ما تخرجت بسنتين، واحدة تانية بعد ما تخرجت أظن بعشر سنين. كل مرحلة من دول كانت غريبة عن الأخرى إلى أقصى حد. الصورة اللي عملتها له وأنا في المدرسة كان فيها شبابي أنا شخصيا، وهو كان لسه سنه صغير، فكان فيها زي الفرسان بتوع القرون الوسطى من ظهره ملتفت لفتة قوية، وفيها تحدي عنيف، وهو كان تقطيع وجهه في منتهى القوة وفي منتهى الرجولة وفي منتهى المغزى، كان عنده دقن ذات إرادة من حديد تقريبا، وعينين عاطفية إلى أقصى حد، نقيض الدقن بتاعته، وبعدين عنده الأنف اللي فيه عناد، هو رخر كان غريب قوي، وبعدين معاني وجه العقاد متغيرة إلى أبعد الحدود في ربع ساعة يمكن تشعر بخمسين تعبير في وشه، يعني تبص تلاقي زي الوتر الحساس، أي حديث لك وياه وجهه عمال بيتغير في هذا الحديث باستمرار، ودي كانت من المشاكل اللي أنا صادفتني وأنا برسمه. فكان علي أني ألخص كل التعبيرات اللي أنا بحسها دي، وهي مئات التعبيرات في صورة واحدة. فيمكن أكتر صورة نجحت وياه الصورة اللي كان بعد ما انشق عن الوفد، كان هو كاتب الوفد وانشق على الوفد وما كانش يملك في جيبه زي ما انا فاكر 5 جنيه، يعني دي رغرة لازم تتقال، يعني قوة كبيرة، واحد ماديا ما عندوش فلوس اطلاقا، ولكن في سبيل المبدأ السياسي او المبدأ الوطني انشق على الوفد، وانا كنت برسمه في ذلك الوقت، فبصيت لقيت هو نفسه وقف الوقفة اللي هو عاوزها وشايل الجاكيتة اللي ورا كده، هو مرتكز على العصاية وباصص كده زي قلت بيتحدى الخمس قارات بحلش، نوع من الترفع ولكن عدم رغبة داخلية، يعني مش عاوز، ولو اني انا محتاج للفلوس معيش فلوس، انما ما اقدرش اعمل حاجة الا اذا كنت عاوز فعلا اعملها، يعني ما احبش اعمل بالامر. الفنان الكبير صلاح طاهر، حياتك فن مزمع على حسب ما قرينا في الجرايد على كتابة كتاب خاص بالنجوم او الناس المشاهير اللي حياتك رسمتهم ووقفوا قدامك بالساعات علشان تعمل لهم البورتريهات، فلو تكلمنا عن بعض هؤلاء حياتك تقول ايه؟ كمثال العقاد المرحوم الاستاذ الكبير عباس العقاد. الاستاذ العقاد كان صديق عزيز حميم واستاذ يعني قلما ان يوجد مثله في الواقع، فانا عملت له الصوره بالحب المفرط، وكانت الفرق بيني وبين سنه كتير جدا، كبير قوي، وكنا نلتقي في القراءات اللي نقراها، يعني كانت غريبة قوي مننا مع فارق السن ده. فأنا رسمته ثلاث صور، واحدة منهم وكنت لسه في كلية الفنون الجميلة، كان اسمها أيامها اسمها مدرسة الفنون الجميلة، المدرسة العليا، واحدة بعد ما تخرجت بسنتين، واحدة تانية بعد ما تخرجت أظن بعشر سنين. كل مرحلة من دول كانت غريبة عن الأخرى إلى أقصى حد. الصورة اللي عملتها له وأنا في المدرسة كان فيها شبابي أنا شخصيا، وهو كان لسه سنه صغير، فكان فيها زي الفرسان بتوع القرون الوسطى من ظهره ملتفت لفتة قوية، وفيها تحدي عنيف، وهو كان تقطيع وجهه في منتهى القوة وفي منتهى الرجولة وفي منتهى المغزى، كان عنده دقن ذات إرادة من حديد تقريبا، وعينين عاطفية إلى أقصى حد، نقيض الدقن بتاعته، وبعدين عنده الأنف اللي فيه عناد، هو رخر كان غريب قوي، وبعدين معاني وجه العقاد متغيرة إلى أبعد الحدود في ربع ساعة يمكن تشعر بخمسين تعبير في وشه، يعني تبص تلاقي زي الوتر الحساس، أي حديث لك وياه وجهه عمال بيتغير في هذا الحديث باستمرار، ودي كانت من المشاكل اللي أنا صادفتني وأنا برسمه. فكان علي أني ألخص كل التعبيرات اللي أنا بحسها دي، وهي مئات التعبيرات في صورة واحدة. ف
فيمكن اكتر صورة نجحت وياه الصورة اللي كان بعد ما انشق عن الوفد. كان هو كاتب الوفد وانشق على الوفد وما كانش يملك في جيبه زي ما انا فاكر 5 جنيه. يعني دي رغرة لازم تتقال، يعني قوة كبيرة. واحد ماديا ما عندوش فلوس اطلاقا، ولكن في سبيل المبدأ السياسي او المبدأ الوطني انشق على الوفد، وانا كنت برسمه في ذلك الوقت. استاذ صلاح، دي صورة عمرها قد ايه الاول؟ دي عمرها كتير قوي. في سنة اولى ثانوي. وهنا الاستاذ سيد مرعي معانا في جمعية الموسيقى، كنا احنا الاثنين بنعزف كمانجا، انا ماسك الكمانجا اهو من غير طربوش، وادي الاستاذ سيد مرعي ماسك الكمانجا في مدرسة فؤاد الاول الثانوية. طب حياتك مش لابس طربوش ليه؟ والله ما كنتش بحب الطربوش من زمان قوي، يعني كنت اعاني من وراء هذا الشيء الكثير يعني. فاستمرينا في الجمعيه دي فتره من الزمن، وما اعرفش بقى الاستاذ سيد مرعي بيضرب كمانجه لحد دلوقتي ولا لا، انا بطلتها من زمان. صوره ليا في سن 10 سنين، والعيله بتاعتنا بتؤكد انه شبه حفيدي بالظبط. كان المفروض اني امثل البطوله بتاعت فيلم لاشين، وده من اوائل الافلام اللي استوديو مصر عملها، قصه قائد من الشعب بيرد ثورة الشعب مرة تانية. فبعد ما عملوا لي شوية شغل فيها ورحت الاستوديو وابتديت، اعتذرت لاني فضلت اني استمر في الدراسات الفنية بتاعتي وبلاش السينما. ولو كنت سمعت كلامهم كان اتغير كل شيء في حياتي، انما يعني الخيرة في الواقع زي ما بيقولوا. دي يا فندم مرحلة الملاكمة بقى ولا؟ هنا بقى في قمة المرحلة بتاعت الرياضة والملاكمة. ففي سن 20، وهنا الجسم هو اللي كان بيتكلم اكتر من اي حاجة تانية. دي المرحلة الاولى في الحياة الفنية بتاعتي، اللي هو الاتجاه اللي بيقلد الطبيعة، مش بيقلد طبعا، بيعبر عن الطبيعة على نحو وصفي، يعني بنصف الطبيعة كما هي. دول في اسكندرية، اول ما اشتغلت جديد في اسكندرية انا هناك، الصيادين بيرفوا شباكهم على الكورنيش. هذه اللوحة بتشير أيضا إلى المرحلة الأولانية اللي هي أيام الدراسة الأولى. لسه ما كانش فيه هناك أسلوب يتبلور، كان لسه استغراق في الطبيعة إلى أقصى حد ممكن، لا كيان ولا أسلوب ولا اتجاه واضح، ما هو إلا عملية مران وتحصيل وتجويد فقط، مع وضع الإحساس طبعا، يعني فيها الإحساس. وطبعا ده أكتر حاجة بتسر المشاهدين، يعني الناس بتحب كده أكتر لأنها ما بتتعبش ذهنهم. بعد كده بقى ابتدينا نغير بعض الشيء. هنا مرحلة بتاعت إمبرشنزم، مرحلة تأثيرية، يعني برضو ما فيهاش ابتكار لأنها صدى للمدرسة التأثيرية اللي نشأت في باريس، وكلها مواضيع في الريف زي ما انت شايف، بتشير الى التعاون الريفي. فلاحة شايلة عاوزة تشيل حمل على الحمار بتاعها، واحد بيساعدها يعني. فواضح هنا بقى ان العنصر التأثيري هو السائد، لو ان دي بالالوان كان باند اكتر. هنا ابتدى خطوة جديدة نحو التطور، ابتدى التأثيري ياخد شكل تعبيري، يعني مرحلة بعد التأثيرية، وابتدت الخطوط اللي هي بتحدد الاشكال تتأكد أكتر، ويبقى فيه تحويضة صغيرة مش كبيرة، ولكن خطوة نحو الشيء اللي احنا هنشوفه بعد شوية. هنا بقى ابتدينا نخرج من المرحلة الأكاديمية، وابتدينا في دور اكتشاف الذات الفنية يعني. فهنا أساسها الخط واللون، وهنا والخط هنا مستوحى باستمرار من الخط اللي في الفنون الشرقية وخاصة في الفنون الإسلامية. هنشوف بعد كده بقى نقلة تانية حصلت. ابتدى هنا الخط يختفي، وابتدى الأسلوب ياخد شكل آخر مختلف، وابتدى الإحساس بالطبيعة يشير إلى وحدة الأشياء، يعني نجد في علاقة بين البني آدم وبين الشجرة وبين الحيوان وبين السماء وبين الأرض، يعني نظرة شبه صوفية تقريبا
هي وحدة الأشياء، أي هناك شيء مشترك وفي علاقات شكلية بين جميع العناصر اللي موجودة في اللوحة، برغم أنها بتشير قبل كل شيء إلى الريف المصري. أنا معلوماتي الصلاح، وأرجو أنه ما يكونش ده سر، أن حياتك ما بتسميش لوحاتك، حياتك بترقمها، فإزاي الكلام ده؟ هتيجي المرحلة اللي جاية هنشوف. بقى لك حق، في الصور السابقة كنا بنحاول نحاكي الطبيعة مع مراعاة القيم الفنية، في اللوحة دي بنحاول نعبر عن الطبيعة مش نحاكيها، وابتدى الأسلوب يتبلور في هذه اللوحة، مع أننا بنترجم الطبيعة أو بنحاول نعبر عنها، ولكن مش عن طريق نقلها أو محاكاتها المحاكاة الفوتوغرافية. في اللوحة دي الأسلوب بيتبلور أكتر وأكتر. الواقع ده جزء من اللوحة، لأن اللوحة قد كده يمكن 4 مرات، فهنا زي ما يكون سوق شرقي وسيدات ماشيين في هذا السوق، وبعدين بنحاول نوجد تصميم معماري شرقي بروح معاصرة مع الحركات والأشخاص وتوزيع الأشخاص في هذا السوق داخل الجو المعماري، وبيراعى باستمرار في التكوينات اللي زي دي التصميم الموسيقي، يعني مراعاة القيم الفنية اللي هي أقرب إلى الموسيقى في مضمار الفن المعماري اللي هو بيترجم أخيرا إلى فن تشكيلي. هنا مرحلة متقدمة أكتر، خطوة أبعد من اللي فاتوا، شخصين يعني شخصين قاعدين في حركتين مختلفتين، والمهم كده في الصورة دي مش لأننا نرسم الشخصين زي ما هما أو يبان أن هنا شخصين وده تشريحهم مظبوط ولا مش مظبوط، المهم تناغم الكتل مع بعضها ولقاءات زوايا الخطوط مع بعضها وتوازن الأشكال واستجابة كل شكل للآخر إلى جانب رسوخ كل شكل مع الشكل الآخر. وطبعا هنا في عنصر الألوان مهم، مع الأسف ما هوش موجود، إنما في ألوان هنا متداخلة رصينة أقرب إلى الألوان الفخارية والخشبية والسودة، مع قليل جدا من اللون الزيتي. برضو دي خطوة أبعد، يعني هنا أسلوب آخر، في قفزة كبيرة هنا في عالم التجريد. الصورة دي اتعملت عقب حرب 67، اسمها لقاء مسلح أو صدام مسلح. الصورة دي الخلفية بتاعتها أحمر ناري مع اللون الأسود القاتم والرمادي وتدرجات الرمادي واللون الأبيض، وهي بتدي شعور بالأسلحة والصدام والتكتل، قصد صراع رهيب عنيف أحس به الفنان في ذلك الوقت. هنا القيم الفنية اللي في التجريد هي بعينها القيم الفنية اللي في اللوحات السابقة، بس هي هنا تجريدية وفي اللوحات اللي فاتت أقرب ما تكون إلى الناحية التعبيرية. هنا برضو خطوة أبعد من اللي فاتت واللي فاتت واللي فاتت. هنا بقى أشكال جاية من عالم مجهول بتتحرك في الجو أو بتتحرك تحت الماء في قاع المحيط، ولكن ما فيش شكل زي التاني، ولا فيش حركة زي الحركة التانية، ولا فيش لون زي اللون التاني، وكلها بتتطاير وبتسبح وترقص في الجو في الهواء أو بترقص وتسبح تحت الماء في المحيطات. هنا العنصر التجريدي هو الأساسي، هو اللي بيقود العملية من أولها لآخرها. الألوان هنا ألوان تدرجات اللون الأخضر مع الزيتي مع الأصفر مع الأزرق. هنا في بلورة أكتر في عالم التجريد، هنا كما لو إن هدف، يعني هذه اللوحة حجمها كبير، واللوحة دي الواقع موجودة في البيت الأبيض في أمريكا دلوقتي من أيام نيكسون، واللون اللي غالب عليها الأساسي اللون الأحمر والأسود والأبيض، ومعمولة بعنف وبصرامة وبقوة لتؤكد وتركز فكرة الهدف. طبعا أنا ما فكرتش بفكرة الهدف، فكرة الهدف جات لي بعد الصورة ما انتهت، يعني ما ابتدتش الصورة دي تحت عنوان معين، ولكن العنوان ظهر، هي اللي أملت علي هذا العنوان. وأنا عادة ما بديش عناوين إطلاقا اللوحات بتاعتي، خصوصا اللوحات التجريدية، لأنها أقرب ما تكون إلى الألحان الموسيقية، ومن الصعب إعطاء لحن موسيقي وصف أدبي. الوصف الأدبي الواقع بيقيد خيال المستمع أو الرائي ساعة ما يتمسك به، فبيسيب العمل الفني ويمسك في الاسم ويضيع الإحساس الفني بالنسبة له.
استاذ صلاح طاهر، يا ترى في فن تشكيلي عربي ولا مفيش بمعنى الكلمه؟ هو مفيش فن تشكيلي عربي بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمه، لكن كون بيتعمل في البلاد العربيه في فن تشكيلي عربي، بس المعنى اللي تقصده انت مش هو ده. ليه بالظبط؟ ليه؟ لسبب هنفسره يعني. الفن التشكيلي اللي وجد في عند العرب او في الشرق الاوسط، اولا ما كانش في فن تشكيلي عند العرب بالمعنى الدارج يعني كان في زخارف وفي رسومات اشخاص في البلاد اللي دخل فيها الاسلام، زي بلاد الفرس واسبانيا والهند والحتت دي كلها في رسم اشخاص، ولكن رسم الاشخاص اللي في هذه البلاد كان بيعتمد على الفن الاصيل بتاع هذه البلاد نفسها. ففي مصر هنا انقطعت الصلة في الفن التشكيلي فترة طويلة جدا، من أيام الحكم الجريكو رومان البطلمي لحد دخول الإسلام، وبعد الإسلام بشوية دخل الفنون اللي هي ابتدت تشكل فن إسلامي مصري. حضرتك عارف أن الفن الإسلامي ما هوش فن إسلامي مطلق، يعني في فن إسلامي هندي وفن إسلامي مصري وفن إسلامي فارسي وفن إسلامي سوري وهكذا وفن إسلامي عراقي، يعني كل بلد الإسلام بيخشها بيشكل الفن بتاعها، فلها طابع معين لكن الروح العامة إسلامية، بس بيختلف يعني أنت تقدر تفرزها بسرعة تقول ده فن إسلامي هندي ده فن إسلامي فارسي إلى آخره. فإحنا عندنا المفهوم بتاع الفن التشكيلي جديد جدا، يعني ما نقدرش نسمي الفنون الإسلامية السابقة بالزخارف بتاعتها دي كان فن زي الفن المعاصر دلوقتي اللي إحنا بنعمله، يعني رسم بالزيت والحاجات دي ده حاجة جديدة. وبعدين ما تنساش كمان ان الميديم الوسيلة اللي بترسم بيها لها اعتبار كبير جدا في النتيجة الفنية، يعني الرسم بالالوان المية او بالتمبرا زي ما كان الفن الاسلامي بيعمل غير الرسم بالزيت، غير الرسم بالالوان البلاستيك الحديثة خالص دي بتدي روح مختلفة كل الاختلاف، المادة بتغير النتيجة الفنية الى درجة كبيرة قوي. فجت أسرة محمد علي بعد كده دخل فن ممسوخ، يعني برغم الحاجات الكويسة اللي عملوها محمد علي، عمل حاجات أصلح البلد في حاجات كتير، لكن في المجالات الفنية كان لسه في غاية السذاجة، وابتدوا ينقلوا حاجات تافهة ورخيصة وسخيفة، يعني مثلا في قصر الجوهرة لما نروح نتفرج على الفاكهة اللي مرسومة في السقف والكلام الفارغ، حاجات سخيفة ورخيصة ولا تدل على حضارة ولا على ذوق ولا على أي حاجة، يعني زي الغني الحرب، واحد عنده فلوس بيزخرف وخلاص مش فاهم حاجة. فإذا الفن التشكيلي حديث عهد جدا في البلاد بتاعتنا، يعني عمره من سنة 1908 من أول مدرسة فنون جميلة ما اتفتحت سنة 1908، وجابوا أساتذة من الخارج، أساتذة طلاينة وأساتذة فرنسويين، وكانوا بيجيبوا الفن بتاعهم من اوروبا ويعملوه، بل الاساتذه اللي جابوهم دول ما كانوش هم احسن الناس في بلادهم، كانوا ناس تقليديين، الجماعه المبتكرين كانوا سائرين في ذلك الوقت وبيعملوا روائع، ودول لسه ماشيين في الركب التقليدي بتاع، فوصلوا لنا الحاجات دي بالتدريج الى ان تدرجت الامور في مدارس الفنون، وراحوا الشبان بتوعنا بعثات ورجعوا اساتذه وعملوا فن وبتاع الى اخره، فابتدت الحركه تتعمل. فهنا بقى فيما يختص بالروح المحليه، ما يمكنش ترجع مره ثانيه وتكمل الحاجات اللي كانت بتتعمل في الفن الاسلامي القديم، بيتعمل خط عربي في التشكيل دلوقتي بالزيت، في موجه مش بطاله في التجريد بيعملوا صور خط عربي بالالوان مش عارف ايه، يعني لكن مش كفايه، يعني ما تدلش على ان ده فن محلي لسه. إنما المحلية في تصوري أنا بتحصل غصب عنك كفنان، طالما إن عايش أنت في البيئة فبلا شك بينعكس من إنتاجك في العمل الفني أحاسيسك اللي في البيئة اللي موجودة في العقل الباطن بتاعك، من يوم ما فتحت عينيك على هذا البلد تركت أثارها هذه الأحاسيس، فبتطلع غصب عنك في حاجة، يا تطلع في اللون يا تطلع في الخط يا تطلع في أي حاجة، يا تطلع في الموضوع إلى آخره. يعني لو سبت نفسك لوحدك هتبص تلاقي طلعت شيء من بيئتك في الفن او في العمل الفني بتاعك، ولكن المطلوب مش ده، يعني اخطر ما يمكن ان يقال انه تطلع حاجات محليه، لان دي هتخش في الفولكلور،
ولكن المطلوب باستمرار في العمل الفني أن يكون محلي وعالمي في نفس الوقت، يعني له صفة العالمية وله صفة المحلية، وده بيتيح أكبر فرصة لانتشار الفن في العالم. ولما ينتشر الفن في العالم بتاع أي بلد من البلاد بيقرب شعوب العالم للبلد دي، فبيحصل نوع من التبادل يسموه التبادل الثقافي أو التبادل الحضاري بين شعوب العالم عن طريق الحتتين دول، العالمية والمحلية. بالنسبة لمصر من 1908 لحد النهاردة زي ما حياتك قلت، مين في تصور حياتك له هاتين الصفتين العالمية والمحلية غير صلاح طاهر؟ لا العفو، أنا ما بقدرش أدعي لنفسي هذا، إنما يعني عندنا فنانين كويسين كتير في البلد، يعني لحسن الحظ يمكن أكتر فن أكد نفسه في السنين دي في الستين سنة الأخرانية هو الفن التشكيلي. عندنا فنانين كويسين قوي قوي، يعني مثلا كان عندنا في النحت مختار، المسال مختار. المسال مختار ده جمع بين العالمية والمحلية، الفلاحة المصرية اللي هو عاش في وسطيها في القرية وشافها وراح وجه، وفي الوقت نفسه في الروح العالمية في التمثيل بتاعته لأنه عاش في باريس وراح ودرس إلى آخره. عندنا أيضا محمود سعيد، يعني الفنان الهايل بتاع اسكندرية ده رخر، نفس الحكاية برضو، عنده المحلية إلى حد كبير والعالمية. حاليا في اسكندرية سيف وانلي، سيف وانلي ساعات بيعمل حاجات بتدي روح عالمية ولكن في طبيعته اسكندرية والمحلية موجودة بتطلع يعني من حين لآخر. أخوه أدهم الله يرحمه رخر كان عنده المحلية والعالمية إلى حد كبير. عندنا كذلك راغب عياد بيعمل يعني ربنا يطول في عمره لأن هو أكثر يعني أكثر الموجودين يعني أكثرهم سنا أكبرهم سنا دلوقتي، فعمل حاجات فيها مستوحاة من الكنائس ومن الفن القبطي ومع الروح العالمية في نفس الوقت. وكتير قوي من المعاصرين ومن الشبان الجداد عندهم النزعة، يعني بسهولة نقدر نلاقي على الأقل في البلد بتاعتنا 10-15 واحد يدخلوا النطاق العالمي بكل بساطة ويسدوا خانة كبيرة قوي. أستاذ صلاح حياتك كلمتني عن الفنانين الشبان وما ذكرتش أسامي، لكن أنا هذكر اسم. هقول لحياتك رأيك بصراحة في فنان تشكيلي شاب اسمه أيمن صلاح طاهر. أيمن صلاح طاهر ده شخصية محيرة ليه في الواقع. أولاً ساعات يعني يبلط في الخط زي ما بقول، يعني يقعد مش عارف شهرين أو ثلاثة ما يعملش حاجة أبدا، أبص ليه قاعد يقرأ، وبعدين مرة واحدة يهب مرة واحدة ويبتدي يعمل مجموعة من الأعمال الفنية ويسهر عليها للصبح، يعني بيستغرق إلى درجة كبيرة قوي. وبعدين الجزء المحير بقى اللي فيه أنا، تبص تلاقي بعد 6 أشهر يروح قافز قفزة تانية ويعمل لي إنتاج جديد تاني، يعني لسه ما بلورش اللي فات، ما خلصش منه، وبعدين مش مقتنع عاوز ينقل، يعني عاوز أقول إن تطوره أسرع مما يجب، يعني ما بيديش الحاجة حقها بحيث انها تستوي ويقعد معاها سنتين او ثلاثة، مستعجل جدا، يعني كل شوية يروح قافز قفزة سريعة يعني يفاجئني مفاجآت بس يعني غريبة. وبعدين اللي بستغرب له انا ان هو شغلته شغلة بعيدة عن الفن كل البعد، اللي هي شغلة اكل العيش اللي بنقول عليها، يعني زي ما اتفقنا في حديثنا انه يجب الفنان يعيش من فنه زي ما بيحصل في العالم، لكن صعب في البلد هنا او في الشرق عموما يعني. فده بيخليه ما بيديش للعمل الفني كل وقته، لان في جزء ظهرت اليوم بتاعته بتروح في المصنع بتاعه ويقعد يعني يتعامل مع المكن ومع العمال ومع الحاجات دي، ويجي في الاخر هل كان يعمل فن، لكن ما يقدرش ما يعملش فن. وبعدين طبعا اكتشفت في الاخر لما ما بيعملش بيكون بيحضر، قاعد بيحضر او قاعد بيقرا او بيتامل زي ما حضرتك قلت الظاهر كده. طب استاذ ايمن، يا تعليقك او ردك على استاذك ووالدك؟ هو بالنسبه لتغير الاساليب اللي بيتهمني بيها، ما اعرفش اذا كانت تهمه ولا غير كده، في وقعه ان انا بدور على اجابات كتير لاسئله بتحيرني، يعني الاسئله كتيره والاجابات يمكن بتطلع بسرعه، فبالتالي بتطلع اشكال جديده وأساليب جديدة.
انما يمكن التساؤلات دي تقل في المستقبل شويه وما يبقاش فيه النهم الشديد دوت اللي انت بتلومني عليه يعني. طب قبل ما اسيب لك الميكروفون عشان تسال الوالد ما تشاء، حفتل لك فتنه صغيره كده. اللي حصل قبل ما تيجي التسجيل، كنت مع الوالد وبعدين هو جايب مجموعه صور لك انت راسمها، فبقول له نوضبها يا استاذ صلاح، فقال لا قبل ما نوضبها نستنى لما صاحبها يجي، لان انا مش عارف احطها باليمين ولا بالشمال، من فوق ولا من تحت، يعني يمكن تطلع مقلوبه. طب فهمني الحكايه دي تيجي ازاي؟ هو دايما في شرحه للفن التشكيلي الحديث بيقول ان الصوره كويسه اينما كانت فهي في حاله اتزان، يعني لو كانت تحت فوق او اللي فوق تحت او الشمال يمين او اليمين شمال، فهي دايما متزنه لان دي قيمه فنيه مطلوبه، فبالتالي دي تعتقد انها نقطه كويسه ما هياش اساءه الاعمال يعني. طيب انا فارك لك الميكروفون، يلا اعمل زي ما انت عايز. هو في سؤال واحد اذا كان مطلوب مني ان انا اسال الوالد، يعني بيراودني مش عارف ازاي بيحصل وازاي بيتم ان كل يوم تخبط العربيه بتاعتك في الاتجاهات المختلفه. هو بيسال السؤال ليه؟ لان هو اللي بياخدها يصلحها. اولا الزحام المفرط الشديد ده، يعني دايما الواحد يحب يلقي التبع على غيره يعني. فالحقيقه اتخبطت من ساعه ما جت 6 حوادث. يا خبر. بقى لها سنه تقريبا العربيه، ف واحقاقا للحق 4 منهم انا ماليش فيهم دعوه، يعني اتخبطت والامر لله يعني. انما الحادثتين التانيين انا المسؤول عنهم، ويبدو ان للسرعه، وسببها ان الواحد ما بيصدق يجد فرصه انه يسرع شويه، لان بناخد يجي ساعه في السكه، فاول ما بنلاقي منفذ بنجري. وبعدين كمان حته ثالثه، ساعات الواحد بيسرع ممكن الواحد يعني والعياذ بالله تحصل افظع من كده. لا له حق في السؤال ده. طيب بعد اذنكم اسالكم معا سؤال، هل في التقاء ام في تناقض وتنافر بين الجيلين، بين صلاح طاهر وبين ايمن صلاح طاهر؟ انا اللي اجاوب من فضلك وبعدين الوالد يعلق. مفيش التنافر التقليدي ده ابدا، بل بالعكس، يعني لدرجه ان انا اتخضيت على نفسي، ليه مش موجود التنافر ده في حين ان كل رفاقي وزملائي فاتوا بالمرحله دي، والتمرد كان سمه من سماتنا يعني المحببه الينا. انما في الاخر وجدت انه زي ما هو بيقول ان الفنان او الشخص اللي هو يعني ليه وضع خاص في الحياه، في صفه الشباب الدائم وقال الطفولة يعني، بس مش قادر أقولها تاني. فبالتالي إحنا أولاد جيل واحد، أنا بحسش إن إحنا في أجيال مختلفة أبدا. إيه أكتر حاجة بتعجبك في فن والدك؟ شيء هو بيلومني عليه، التجدد الدائم الغزير اللي يخض، يعني لما الواحد يتابع أعماله هينهج. طب إيه اللي تحب تكتبه له في الأوتوغراف بتاعه؟ أهنئك كرجل عاش حياته كما يجب أن يعيش. تعليق حضرتك أستاذ صلاح لولي العهد. هو فيما يختص بالشباب دي، دي ظاهرة فعلا موجودة يعني. يعني هو من ساعة ما نشأ لحد هذه اللحظة وعلاقتنا ما اتغيرتش، وبعدين أصدقائه وأصدقائي، يعني دي ظاهرة غريبة يعني، ما بنفروش مني زي ما بيحصل، الشبان بيكسفوا ساعات من الكبار، وأصدقائي أنا أصدقائه، لأن أنا ما بصاحبش إلا الشبان يعني، صح عمره 100 سنة لكن شاب، فلا أحتمل وجود العجز بمعنى الركود يعني. هو العجز صح واحد عمره 30 سنة عجوز يعني، لأن الركود معناه الموت. وبعدين طالما النفس بتتجدد باستمرار فكل شيء بالتالي بيتجدد، واحنا متفاهمين على هذا الى اقصى حد. وبعدين في حاجه اساسيه بينا، اللي هو احنا اقصى الناس عنفا في نقدنا البعض في العمل الفني. مفهوم طبعا. اي يعني ما فيش حد فينا يرحم التاني ساعه ما يتناول عمله بالنقد، ويمكن دي من الفضائل الكبرى بينا. استاذ ايمن صلاح طاهر، ايه من فضلك هتقدمه لنا النهارده
في الصفحة بتاعت والدك في الأوتوغراف. أستاذ أيمن، دي فساتين مطبوع عليها رسم على حسب ما أنا شايف، ده إيه بالظبط؟ هو تصحيحا لكلامك، مش طبع، ده رسم. يعني أنا ابتديت المشروع ده بقالي سنة، برسم على الجلابية أو الفستان أو العباية رسم واحد ما بكرروش، وفي محاولة لإدخال الفن التشكيلي في حياتنا اليومية. ده المصنع اللي كان الوالد بيتكلم عنه؟ لا، ده مختلف تماما عن المصنع، هو أكل عيش برضو لكن غير المصنع. ده شيء آخر برضو، السنة دي كل الصور دي عملتها. دي صورة في البحر الأحمر في الغردقة، وده تعبان من نوع الموري إيل، بيسموه مارينا في لغة السواحل عندنا، وفي خطورة القرش. وده أنت اللي اصطدته؟ ده أنا اللي اصطدته، لأن دي هوايتي المحببة ومن أقرب الحاجات إلى قلبي، لأن أنا ما بعتبرش الفن هواية، وسيلة حياة. أما إذا كان فيه هواية فهي الغطس تحت المية والصيد. وده تعبان طوله حوالي مترين، وزنه 20 كيلو. ده حضرتك هنا وقرش أظن؟ ده سمك قرش. بمناسبة الفيلم بتاع الفك المفترس، برضو اصطدته من الغردقة، وكان وزنه 80 كيلو، وما اعتقدش انه خطر قوي زي ما بيقولوا. الكلام اللي قاله والدي على تغير كبير في الاعمال بتاعتي هيوضح هنا في الامثال اللي حوريها لحضرتك. ديت اعمال مش عارف باينه ولا لا، بارزه، يعني ما هيش مرسومه، هي اشياء بارزه عن سطح اللوحه بحوالي 4 أو 5 سنتي، والفكره منها انها ترمي اضاءات مختلفه، فيبقى الشكل في شبه حركه. دي رجعة تالتة يعني في التنقلات اللي الوالد بيتكلم عليها. هنا التجريد حاولت أدخل فيه بعض العناصر الشرقية زي الحصان، كذلك الكتابات الكوفية، معرفش هتبان الحاجات دي ولا لا، وبعض الزخارف الإسلامية. ودي إيه يا أستاذ أيمن؟ ده برضو شيء بعيد خالص عن اللي فات، وهي دي مش عدلتها، انما مش هتفرق كتير لو اتعدلت. هي كرة الارضية بشكل جديد وبمفهوم جديد وفي دوامة، ودي من اخر الحاجات اللي عملتها. استاذ صلاح، بسرعة بعد اذنك، لو حياتك هترسم هذه المشاهد تتخيلها ازاي، او تبرز ايه في اللوحة اللي هتعملها؟ اولا طفل بيلعب. ارسمه في جو عصافير وزهور، شمس الأصيل. أتصور انعكاس حضارات مصر على النيل في لحظة الأصيل. القمر في السماء. أتصور أن هذا القمر بيضم المحبين الحالمين بتوع الرومانتيكية، ولو أن أنا مانيش من أنصار الرومانتيكية أو يعني، لكن دايما مقترن اسم القمر بالأحاسيس الشعرية العاطفية اللطيفة، فيخيل الدائرة المضيئة دي جواها اتنين محبين. فتاة أو بنت جميلة جدا وشعرها منكوش خالص. أرسم أجزاء جسمها وأعضاء جسمها في حالة حركة، يعني أرسم الإيد مثلا 30 مرة والرجل 20 مرة بسرعة. أستاذ صلاح، الألوان دي بتقول لحضرتك إيه؟ اللون الأبيض بيدي نوع من الصدق. الأسود بيدي نوع من الاكتئاب والحزن، ده تقليدي لأنه مقترن بالأسوشيشنز، يعني بالتداعي المعاني بأحداث غير سارة، ولكن هو لون جميل لأنه بيدي فرصة لألوان أخرى تبان، عارف، بضدها تتميز الأشياء، فهو من الألوان اللي بتدي فرصة لألوان أخرى أنها تبان. وكذلك الأبيض نفسه، يعني برغم الصفاء والنقاء، إنما كلا اللونين باعتبار أنهم لونين محايدين فبيدوا فرصة كتيرة للألوان الأخرى، وأنا بستعمل اللونين بكتير أوي. الأصفر يا فندم بيدي إحساس بالضياء والنور، يمكن أكتر ما يعطي بالنسبة للأحاسيس بتاعت الغيرة والحاجات دي، لكن أنا بتصور فيه شفافية الضوء باستمرار. الأزرق الفكر والهدوء والتأمل. والأحمر طبعاً ولعب والنار المتأججة والمشاعر والحواس الفوارة اللي ما تهدأش. أستاذ صلاح، إيه السؤال اللي ما سألتوش لحضرتك
وكان لازم أسأله عشان تجاوبني عليه. هو الواقع ليه أنت بتسألني باستمرار في مجال الفن بتاعي؟ يعني ما أنا إنسان، يعني المفروض فيا إن أنا متصل بالحياة أخرى، بالحياة اللي حوالين الفن. فأنت مركز معايا طول الوقت على بس رسم وفن وناس وجمهور ما بيشوفش معارض وجمهور بيشوف معارض بتاع. وبعدين أنا نفسي أسألك أنت شخصيا، أنا عاوز حد يعمل معاك الأسئلة دي. يعني عاوز سؤال من الأسئلة اللي هي بتعتبرها حياتك اللي موجهة لك كإنسان مش كفنان، يكون إيه السؤال؟ ليه قعدت في مصر؟ مش كده؟ مثلا يعني بينما كثيرين جدا بيهاجروا أو بيروحوا بيرجعوا وبتاع، يعني أنا من الناس اللي الانتقال صعب جدا عليهم، ما أحبش أغير، يعني أنا أغير الفكر بتاعي وأغير الحالة النفسية بتاعتي وأغير اللوحات بتاعتي وأغير الأسلوب بتاعي، لكن ليا يعني يمكن دي من المساوئ الكبيرة، ده أيمن كان دايما يقولها لي، يعني أنت بتطلعش ليه بره؟ يعني بتتاح لي فرص باستمرار دعاوي مثلا أروح في أي حتة في العالم، يعني في أمريكا، في إسبانيا، في الهند، في الصين، في روسيا، في البلاد كلها، فأنا بتحركش وبتلكك لأي حاجة عشان ما سفرش. يعني دي من الحاجات اللي أنا نفسي مش عارف ليه، يعني عندي ارتباط زيادة عن اللزوم بالمكان. جايز هذا المكان والارتباط به والاستقرار ده بيديني فرصة للتحرك النفسي أكتر من أي شيء تاني، لأن لو سافرت يمكن التحرك النفسي ميبقاش على أتمه. طبعا دي حاجة. أستاذ صلاح، في نهاية هذا اللقاء الشيق الممتع بطلب من حياتك انك ترسم لنا حاجة في الأوتوغراف. ترسم لي ايه يا أستاذ صلاح؟ طب انا برسم من الصبح بالكلام. لا لا اكتب لك. طيب اتفضل يا فندم. إلى الجيل الناضج المجرب، وإلى الجيل الجديد، أرجو أن يتم بينهما اللقاء الفكري والروحي دائما، لأنه متباعد في معظم الأحيان، وهذا اللقاء من شأنه أن يؤكد تكامل الحياة الدافقة المستمرة. صلاح طه.